مشاهدينا الكرام، كما تتابعون معنا لقطات خاصة وحصرية لبعثة فريق النادي الأهلي عقب أداء المباراة الودية مع نادي الفجيرة الإماراتي احتفالا باليوبيل الذهبي. وبالتالي في هذه اللحظات يسعدنا أن يكون معنا الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي والمتوج بالنجمة الرابعة رقم 40 اللقب الدوري العام. كابتن حسام، بقول لك أولا مبروك الفوز بالدوري العام والنجمة الرابعة، و فرصة طيبة يعني نبارك لك في هذه المناسبة كمان في مباراة ودية كبيرة، والأهلي بيشارك كمان في مع الفجيرة في احتفال باليوبيل الذهبي. طبعا بقول لك الله يبارك فيك، وبقول مبروك لجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. أكيد الفوز بأي بطولة طبعا بيسعدنا جميعا، لكن يمكن زي ما احنا بقول يمكن الفوز بهذه البطولة برضه له طعم خاص، لان زي ما احنا بنقول هو الفوز رقم 40، في نفس الوقت بيبقى مصحوب بكلمه النجمه الرابعه. فدائما بقول الحمد لله سيظل هذا الانجاز لصالح الفريق الحالي والمجلس الاداره الحالي والجهاز الفني والجهاز الاداري واللاعبين اللي موجودين، ان هم في الوقت دول حققوا النجمه الرابعه اللي ان شاء الله هتبقى موجوده على تيشيرت النادي الاهلي. فاكيد بتبقى ذكرى تاريخيه لينا كلنا الموجودين، نتمنى ان شاء الله تزيد النجوم، لكن اكيد طبعا بقول الحمد لله وبهدي طبعا الفوز ده لجماهير النادي الاهلي. رد فعل جمهور النادي الاهلي معاك في الاستاد عقب المباراه ومع الجهاز الفني بالكامل واللاعبين، تتويج مسابقه لما بيكون بقى رد فعل الجمهور اللي بيبقى مبسوط بعد كل هذا الانجاز بيبقى رد فعل مختلف، تعليقك على المشهد ده خاصة انك وجهت الرسالة للكل اللي يكون موجود مع الجمهور بيحتفل معاه بهذا المشهد؟ اكيد طبعا احنا سعداء طبعا بوجودنا في دولة الامارات، وفي نفس الوقت احتفال باليوبيل الذهبي لنادي الفجيرة، وفي نفس الوقت دعوته للنادي الاهلي، واعتقد ان الاحتفال كان لائق جدا بالحدث وبالاحتفال وبوجودنا كنادي اهلي في دولة الامارات. في نفس الوقت بقول يمكن جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بنشوفها في كل مكان بتبقى ورانا، وبنشوف الكم ده اللي ما بتلاقوش في اي حته، ما يعني كل ما بتروح في اي حته في افريقيا بنلاقي ورانا جماهير زي ما بنشوف الدول العربيه. في نفس الوقت يمكن انا سعدت جدا بالتحيه الخاصه ليا بالذات قبل المباراه، لان يمكن العلاقه ديت بتخليني زي ما انا بقول ودائما بكرر ان باكد بدون اي مبالغه ان هدفي الاساسي هو اسعاد جماهير النادي الاهلي، ومتاكد طبعا ان في كل حساباتنا ومشواري الطويل وجودي في النادي الاهلي سنوات طويله جدا، كل من تعاملت معهم على المستوى المسؤوليه ومستوى المختلف في النادي الاهلي بيبقى هدفه اسعاد جماهير النادي الاهلي. فما انت بتقول بتشوف الجماهير بتبقى فرحانه، الجماهير بتحييك، الجماهير بتبقى سعيده، فاكيد بتحقق الهدف الخاص بيك، وبيديك بالعكس بيديك دوافع اكتر وبيديك رغبه اكتر في مزيد من الانتصارات، وده بينعكس علينا كلنا كلاعبين وكاجهزه وكمسؤولين في النادي الاهلي اما بنشوف السعاده اللي احنا بنشوفها بالنسبه للجماهير دي. انتقل لجزئيه اخرى والبطوله الافريقيه. اولا حققت رقم قياسي يمكن ما اتحققش من سنوات اخيره، الفوز على منانا الجابوني، وهذا الفريق كان السنه اللي فاتت كان هيخسر الوداد اللي حمل اللي فاز بالبطوله في نهايتها، لكن حققت فوز عليه ذهاب واياب بنتيجه عريضه. ثم اقيمت قرعه دوري ابطال افريقيا، وحضرتك في التوقيت ده كنت في كندا للاطمئنان على الاسره وزياره قصيره. يعني تابعت الحدثين ازاي، انك تفوز على منانا في دور 32 وتأدي اداء جيد جدا ثم اجراء مراسم القرعه والمجموعه اللي وقع فيها الاهلي؟ وطبعا مرحلة التأهل في غاية الأهمية، لأن عارفين المشوار الأفريقي أنك تكمل فيه لابد أنك تتأهل، والتأهل ده كان بلقاء منانا الجابوني فريق مميز، لكن الحمد لله كنا يعني موفقين، وفي نفس الوقت أدينا بشكل مرضي جدا في المباراتين وتحقق الهدف الأساسي اللي هو الخطوة الثانية اللي احنا بنروح بيها لدوري المجموعات، وبتيجي القرعه اللي احنا بنشوفها طبعا اعتقد ان هي يعني من البدايه بتقول ان المشوار كالعاده المشوار مش سهل، المشوار الافريقي مش سهل، لكن رغبتنا هي اللي فيها ثوابت، ان شاء الله تصميمنا هو اللي فيه ثوابت، بنتمنى ان شاء الله هذا العام نكون موفقين على العام السابق، لان العام السابق برضو يمكن كان ادائنا مميز وادينا بشكل كويس لكن ما كناش موفقين، والتوفيق ده طبعا كله بيرجع طبعا لله سبحانه وتعالى،
لكن زي ما انا بقول برضو كان في بعض الاسباب هي اللي يعني حالت بين حصولنا على البطوله. فنتمنى ان شاء الله ان احنا موفقين السنه دي، وكل تركيزنا ان شاء الله على البطوله الافريقيه. القرعه زي ما شفنا طبعا كل المجموعات اعتقد في تباين شويه في مستوى الفرق، لكن لو شفنا مجموعتنا لا هنقول لا مجموعه طبعا صعبه وبالنتائج. يعني على طول ابتديت حصر انا النتائج للفرق اللي موجوده ومشوار التاهل. لا الفرق مميزه جدا طبعا، مشوار مش هيكون سهل، لكن خطوه خطوه تعودنا ان احنا نبص على المرحله اللي احنا فيها، مرحله المجموعات اللي احنا فيها موجودين، كل هدفنا ان شاء الله التاهل للمرحله القادمه ان شاء الله. الجمهور بيبص للمجموعه كاسماء فرق، لكن ترتيب المباريات كمان الجهاز الفني بيبقى ليه حسابات. البدايه كويسه بالنسبه لك لما بتبدا بترجي بالقاهره، ولا البدايه شايفها ازاي؟ خاصه ان هي مباراتين قبل كاس العالم. يعني خلينا نقول ان دوري المجموعات فيه نقاط، فكل ما بتجمع نقاط طبعا بتقرب للهدف بتاعك. لكن هو كل بقى الموضوعات بتبقى لها حسابات ومحسوبه. يعني الحسابات دي في بعض الاحيان ما ينفعش انك تصرح تقول على الحسابات، لكن اكيد كل تفكيرك في تجميع النقاط. المباريات اللي على ملعبك مهمة جدا، والمباريات اللي خارج ملعبك مهمة جدا، لكن دي ليها حسابات ودي ليها حسابات. اما على ملعبك بتقدر تستفيد بالنقاط بتاعت المباراة كلها، بتبقى خطوة طبعا مهمة جدا وبتقربك، لكن خلي بالك المشوار طويل جدا. وراجع بالحسابات حتى مشوار السنة اللي فاتت سواء لينا او حتى اللي فاز فريق الوداد، هتلاقي ان لابد ان انت نفسك يبقى طويل للنهايه، بتجمع النقاط، وكل ما تجمع النقاط بشكل اكتر طبعا بيبقى في فايده كبيره ليك. دايما كابتن حسام واحنا بنسجل معاك وبنتابع التدريبات ومشوار الفريق بتقسم المشوار لمراحل، المرحله القادمه بتفكر فيها ازاي؟ خاصه انك حسمت الدوري، عندك مباريات الكاس، مباراتين دوري ابطال افريقيا. عشان اكون واضح، والكلام ده في حاجات بقول لك يمكن بتسالني فيها بقول لك لا ما ينفعش اجاوب دلوقتي بشكل مفصل، لكن لو سالتني عن المرحله المتبقيه للدوري العام، لا في الوقت الحالي هقول ان المرحله المتبقيه في الدوري العام مرحله ما بين التحضير لما هو قادم سواء لبطوله كاس مصر او لمشوارنا الافريقي، التأكيد على بعض العناصر اللي أنا بفكر فيها في المستقبل، وبفكر في التدعيم إن هم ما بيبقى موجودين، هي مجموعة موجودة لكن ما كانش يعني مشاركتهم كتير، عاوز أتأكد من حاجات تانية، فهتبقى في فرص لبعض اللاعبين بغض النظر عن النتائج خالص، لكن هنفكر في النتائج برضو، لكن بغض النظر عن النتائج لا هفكر زي ما أنا بقول على بعض الحاجات الخاصة بالمستقبل والخاصة بكأس مصر والخاصة بالمشوار الأفريقي، هو ده هيكون هدفي في المباراة المتبقية بالنسبة لمباراة الدوري العام. لاعب الاهلي المعارين امكانيه ان لاعب الاهلي المعارين كابتن حسام، يعني ممكن يكون في امكانيه لعوده بعضهم، ولا لسه انت هتحسم ده في نهايه الموسم لما ينتهي الموسم سواء في اللعيبه دي في الدوري السعودي او في الدوريات الخليجيه ومع نهايه الدوري المصري؟ لا اكيد لازم يبقى في دراسه للموضوع دوت، ولازم يبقى في متابعه زي ما احنا متابعين اللعيبه ديت، وفي اخر الموسم بنشوف طبعا وضع كل لاعب ايه ووضع الفريق ايه واحتياجات الفريق ايه، حاجات كتيره اللاعب واحنا، وفوق كل الكلام دوت زي ما انا دايما بقول وبكرر مصلحه الفريق. كابتن حسام بدر انا بشكرك شكرا جزيلا، السؤالين بس يعني كان فيها فروع اخرى، فبشكرك على هذا اللقاء. شكرا.